مين كان يتخيل اننا نشوف كل هالشيء في الرياض وفي بلدنا الحبيبة؟ مش متخيل الصراحة يعني ان انا هروح اعمل مسرحية وهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا. هناك مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين. اليوم نطلق الشعار الجديد لموسم الرياض بهوية ابتكارية ورؤية مستدامة. جرت العادة ألا تفرح وفي بيت جارك مصاب، فما بال إن كان المصاب هو أخوك الذي يتم الاعتداء عليه على مرأى ومسمع من العالم أجمع. مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في هذا المكان. وين زوجتي؟ وين أبويا وأخويا وأولاده 17 نفر كلهم صغار لا يوجد إلا شاب واحد، ولا يجد من يستغيث به سوى إخوانه المتجاهلين لآلامه. بالتزامن مع دوي انفجارات قنابل الاحتلال المحرمة دوليا في غزة، تطلق السعودية موسم الرياض الترفيهي حيث الغناء والرقص والحفلات الصاخبة. ولماذا تصر إدارة المملكة على إقامة فعاليات الموسم في موعده؟ وهل الأمر يتعلق فقط برؤية ولي العهد 2030؟ أم أن وراء هذا التشبث بالرأي أمر خفي؟ موسم الرياض، القصة كاملة. هالشيء كله ما كان بيصير لولا وجود، قبل كل شيء توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن لولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. تلك الكلمات التي نطق بها مستشار الديوان الملكي الأمير تركي آل الشيخ لخصت حال المملكة العربية السعودية، والذي تغير في بضع سنين. في عام 2017 وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى سدة الحكم، وكانت تلك هي صافرة البداية لتغيير كلي في هوية المملكة ذات المجتمع المحافظ. أعرب الأمير عن رغبته انفتاح شعبه على الغير ووضع رؤية اقتصادية للمملكة والتي تعرف ب2030، وأعلن عن تحويل بلاده إلى وجهة سياحية ترفيهية عالمية بحلول هذا الزمن. من هنا جاءت فكرة موسم الرياض، فعملت المملكة على استقطاب لاعب الكرة ولاعب المصارعة والفرق الغنائية والممثلين، وأقامت فعاليات ترفيهية عالمية للمرة الأولى عام 2019، لكن الموسم تم إلغاؤه في عام 2020 لانتشار فيروس كورونا، وعاد في عام 2021 تحت شعار فوق الخيال. وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت فعاليات الموسم، إلا أن السعودية أصرت على الاستمرار فيه. صراع الهوية. إذا هويتك لن تستطيع أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم، معناتها هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها. بالفعل تغير كل شيء في المملكة طبقا لرؤية ولي العهد السعودي، سواء بالسياسة الداخلية أو حتى الخارجية. وتغيرت وجهة النظر تجاه القضايا الكبرى أيضا، بالرجوع إلى عام 1973، حيث الحرب التي بدأتها مصر على الاحتلال الإسرائيلي، قام الملك فيصل حينئذ بحظر النفط على دولة الاحتلال والدول الداعمة لها، تضامنا مع دولة عربية تسعى لاسترداد أراضيها من محتل غاصب. لكن في عام 2023 تغير موقف مسؤولي المملكة، والذين أظهروا أنهم لا ينتمون إلا لدولتهم، وقالوا أنهم يسعون للارتقاء بها ورفعتها. وهذا ما صرح به الأمير تركي آل الشيخ عندما طالبه البعض بإلغاء موسم الرياض تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتشبث برأيه بل هاجم من طالبه بذلك ووصفهم بالتافهين، وذلك بعد اعتذار الممثل المصري محمد سلام عن المشاركة في مسرحية بفعاليات موسم الرياض. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وهزر وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا، وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي يتأجل زي مثلا ما حصل في مهرجان الجونة هنا ومهرجان القاهرة. هذا الموقف الكاشف للسلطات السعودية يكشف عن سعي الحكومة الحالية لتغيير هوية الشعب الذي كان يهتم بأمر العروبة ويشارك الأمة الهموم من قبل،
والآن تريد منه قيادته ألا يهتم ولا يفكر ولا يتضامن. في الوقت الذي تنفق فيه بلاد النفط ببذخ وترف، ينفد الوقود في مستشفيات غزة، وبالتزامن مع إطلاق المملكة فعاليات باربي الترفيهية للأطفال، يلقى الأطفال حتفهم تحت غارات الاحتلال الغادرة. كذلك لم تنس إدارة موسم الرياض الاهتمام بالقطط، فما كان ذنب تلك القطة سوى أنها في غزة التي تحترق دون رحمة. خوف، هذا لسه خايف البس. كما وعد مسؤول السعودية، فإن فعاليات موسم الرياض لهذا العام ستكون بنكهة مختلفة، ألا وهي الرقص على الدماء. قد لا يخشى حكام المملكة على أنفسهم اليوم، لكن ما نخشاه عليهم أن يقولوا: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض.